جاد التحليلك من جديد يا كابتن ايمن شوقي. عمرو السوليه طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي، صاحب بصمه وصاحب رؤيه وليه خبره كبيره جدا مع اللاعبين، كلامه مؤثر وبيدي حافز كبير للاعيبه النادي الاهلي. النهارده يمكن البطوله اتحسمت بركلات ترجيح، لكن مجهود كبير جدا عمرو خلال الفتره اللي فاتت. الثلاثيه دي ترجع للعيبه وللجهاز ومجلس الاداره، كل الظروف اتهيأت والحمد لله ربنا كرمنا وحققنا البطوله الثالثه ان شاء الله. الحمد لله طبعا، يعني بشكر اللعيبه كلها طبعا على الاداء وعلى الروح، واللعيبه كلها مركزه وان هي تعمل تاريخ لنفسها وللنادي الاهلي. الحمد لله حققنا الثلاثيه، وان شاء الله عندنا بطولتين كمان الشهر ده، مش هنكتفي بالثلاثيه، ان شاء الله نحقق البطولتين كمان، يبقوا خمس بطولات، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه ونفضل ماشيين بطولات. جمهور النادي الاهلي طماع ولعيبه النادي الاهلي عندها طبعا ان احنا ناخد بطوله واثنين وثلاثه، عندنا السوبر افريقيا وعندنا السوبر المصري، الفتره اللي جايه بتمثلك ايه وهنشتغل ازاي عليها يا كابتن عمرو؟ لا طبعا، يعني انت واخد ثلاث بطولات، فانت ان شاء الله تدخل الموسم الجديد نفسيا اعلى من الناس كلها، اللعيبه كلها مستريحه، اللعيبه كلها فرحانه، ان شاء الله يعني تبقى دي بدايه لينا ان شاء الله ان احنا نحقق بطولات اكتر الفتره اللي جايه. رساله اخيره لكل جمهور النادي الاهلي اللي عنده ثقه كبيره جدا فيكم ومستني كتير منكم يا كابتن عمرو الفتره اللي جايه. بشكرهم طبعا على الدعم وعلى وقوفهم في ظهرنا طبعا على طول في الاوقات الوحشه قبل الاوقات الحلوه، هم يستحقوا الفرحه والحمد لله قدرنا نفرحهم ونفرحهم اكتر الفتره الجايه. بنبارك من جديد لكل لاعبي النادي الاهلي.